2004 كانت الانتاج ديال دادا تضعف بالنسبه ل 1969، وفي 2010 كانت 85% ديال الطبقه في العالم نتجوها دول لسائره في طريق المغرب. اربعه ديال البلدان بما فيها الصين والبرازيل والهند والولايات المتحده كتنتج الثلثين ديال المنتوج ديال الطبقه في العالم. المغرب هادشي في 2000 في الاحصاءات ديال 2010 كينتج عندو 2400 هكتار ديال الطابا، يعني تقريبا 0.01 ديال التيرا اغريكول ديال الاراضي الزراعيه في المغرب. بالنسبه للايطاليه المتعلقه بالعالم، الحاله الدخل السنوي في العالم تعتبر على 6 ملايين شخص، 12% منهم نساء. استهلاك المغرب من السجائر سنة 2006 14.4 مليار سيجارة، 14 مليار سيجارة، ويحتل المغرب لذلك المرتبة الخامسة عالميا. كلف التدخين المغرب 1.17 مليار دولار، 9 ملايين درهم لشراء السجائر. يدخل العالم 100 مليار سيجارة في السنة، 100 مليار سيجارة في السنة. إذا كان شخص يدخن عدة سجائر واحدة في اليوم لمدة 20 سنة، فإنه قد دخن 12 كيلومترا من السجائر، وأدخل إلى جسمه 140 غرام من النيكوتين و2044 غرام من القطران، باعتبار أن القطران 14 غرام لكل سيجارة واحدة. ينفق المدخن على التدخين 6387 درهم سنويا، باعتبار نوع من السجائر ثمن العلبة الواحدة 17.5 درهم، يعني إذا كانت 17.5 درهم في السنة ينفق 6387 درهم، وفي 20 سنة يكون قد أنفق 12.7 مليون سنتيم في 20 سنة، وهذا يتركنا نتأمل في هذا الأمر. ندخل مباشرة في مكونات السجائر، دخان السجائر، يحتوي دخان السجائر على أكثر من 4000 مادة، والنيكوتين والنور نيكوتين، وهي كلها مواد كيماوية، وتعتبر من مشتقات النيكوتين عندما يتم استقلاله في الجسم. القطران، غاز ذو ثاني أكسيد الكربون، الأمونياك، الفورونيوم المشع. بالنسبة لهذا الفورونيوم المشع هناك أبحاث، هناك فحص ودراسة أجريت سنة 2000 أن السجائر تحتوي على مواد مشعة، وهذه المادة المشعة هي الفورونيوم 210، بمعنى أن المادة المشعة يعني مادة نووية، مادة نووية بالمفهوم البسيط الذي نعرفه جميعا. وسيجارة واحدة إذا أراد الإنسان إذا دخل سيجارة واحدة فإن كمية المشعة كمية البولونيوم المشع الذي يدخل إلى جسمي سيجارة واحدة لا يمكن أن مادة السوية الفينول مادة مطهرة، الفورمالين يستخدم في حفظ الأعضاء البشرية والأعضاء للحيوانات مثلا للمختبرات وللاستعمال البيضاوي. الأسيتون وهو مادة تزيل مثلا طلاء الأظافر، وهو بصفة عامة مذيب عضوي، مذيب عضوي على الاكسجين، يعني كيف الضرب، لان هو اللي كيهوى الترانسبورتر ديال الاكسجين.